السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 1 الصف الاول الابتدائي، والنهاردة هنبتدي حل تدريبات الخاصة بالاكتيفيتي بوك او كتاب الانشطة، وهنخلصه على مجموعة حلقات بشكل متتالي، فهنحل التدريبات مع بعض على طول. تابعوا معانا الحلقات اللي جاية، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول صفحة في كتاب الأكتيفيتي بوك بتاعنا السنة دي يا أصحابي اسمها Let's Remember. Let's Remember يعني دعنا نتذكر، خلينا نفتكر، وبيتكلم معانا عن الألوان اللي خدناها في KG 2 وفي KG 1. وبيزي بي بتقول لنا هنا color لون and trace trace وامشي بقلمك الرصاص وتتبع. فهي مديانة مجموعة من الدوائر زي ما احنا شايفين قدامنا، المفروض كل شكل منهم بيعبر عن لون من الالوان. ادي الشكل الاولاني ومكتوب تحت منه red. red يعني احمر طبعا زي ما احنا عارفين كلنا، فنعمل trace بقلمنا الرصاص على كلمة red، وهنعمل coloring للشكل ده بالريد كولر او باللون الاحمر. تاني لون مكتوب تحت منه وايت. وايت يعني ابيض، هنعمل تريس بالبنسل بتاعنا او بقلمنا رصاص على الدوتس بتاعت كلمة وايت. وطبعا لو عندنا وايت كولر او لون ابيض هنلون بيه، لو ما عندناش هنسيبها بيضة زي ما هي. تالت لون هو بلاك. بلاك يعني اسود، طبعا هنعمل تريس بالبنسل بتاعنا او بقلمنا رصاص على الدوتس الخاصة بكلمة بلاك، وهنعمل كولرنج للشكل ده بالبلاك كولر او باللون الاسود وهنخليها بلاك. رابع لون هو البيربل. البيربل او البنفسجي او الارجواني، هنعمل تريس بالبنسل بتاعنا على الدوتس بتاعت كلمة بيربل، بيربل او بنفسجي، وهنعمل كولرنج او هنلون للشكل ده بالبيربل كولر او باللون البنفسجي. خامس كولر معانا هو اورنج. شاطرين، الاورنج. هنعمل تريس بالبنسل بتاعنا على الدوتس بتاعت كلمة اورنج، وبعد كده هنعمل كولرنج للشكل ده بالاورنج كولر او باللون البرتقالي زي ما احنا عارفين كلنا. وسادس لون هو يلو. شاطرين كلكم، يلو، اليلو او الاصفر. طبعا هنعمل تريس بالبنسل بتاعنا على الدوتس بتاعت كلمة يلو، وبعدين هنعمل كولرنج او تلوين للشكل ده باليلو كولر او باللون الاصفر. وتاني جزء في البيج هنا بيزي بي بتقول لنا color and complete. color يعني لون، and و complete اكمل. ومدينا ثلاث صور، اول صورة فيها بول او كرة مكتوب تحت منها it's a green and white. المفروض هنكتب هنا ايه يا اصحابي؟ it's a green and white a بول. شاطرين، بول. هي طبعا موجود في الصورة بول زي ما احنا شايفين قدامنا، يبقى it's a green and white bowl. دي كورة لونها اخضر في ابيض. تاني صورة موجود فيها pen جميل ومكتوب تحت منها it's a blue. it's a blue ايه يا اصحابي؟ pen. pen. it's a blue pen او انه قلم جاف لونه ازرق. تالت صورة موجود فيها school bag. school bag او حقيبة مدرسة، ومكتوب تحت منها it's an orange. it's an orange ايه يا اصحابي؟ school bag. شاطرين، it's an orange school bag او انها حقيبة مدرسية لونها برتقالي. ونتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا ولسه بنكمل مع بعض let's remember او دعنا نتذكر. وبيزي بي بتفكرنا هنا في البيج دي بالnumbers او بالارقام. بيزي بي بتقول لنا هنا count عد and write the numbers and write the numbers واكتب الارقام. فمديانا مجموعة صور فيها حاجات ليها اعداد محددة. اول صورة فيها 8 balls. 8 balls او 8 كرات ومكتوب تحت منها 8. تاني صورة فيها cupcakes. cupcakes او الكيكات الصغيرة دي، المفروض دول كام cupcake يا اصحابي؟ 5. شاطرين، فهنكتب تحت الصورة 5 لان فيها 5 cupcakes. تالت صورة فيها ants. ants او نمل، المفروض فيها كام ant يا اصحابي او كام نملة؟
10. شاطرين. 10 فيها 10 ants او 10 نملات، فهنكتب هنا 10. تالت صورة فيها birds، birds او طيور، المفروض دول كام bird او كام طائر يا اصحابي؟ 3. شاطرين. 3 فهنكتب هنا 3. رابع صورة فيها cars، cars او سيارات، المفروض دول كام car يا اصحابي؟ 4. شاطرين فهنكتب تحت منها 4. وخامس صورة فيها knives، knives او سكاكين، المفروض دول كام نايف يا اصحابي او كام سكينة؟ 9. شاطرين هنكتب تحت منها 9. والصورة اللي بعد كده فيها cats، cats او قطط، المفروض دول كام cat يا اصحابي؟ 2. شاطرين 2 هنكتب تحت منها 2. والصورة اللي بعد كده فيها روبوت، روبوت او انسان آلي، المفروض فيها كام روبوت يا اصحابي؟ 1. شاطرين هنكتب تحت منها 1. والصورة اللي بعد كده فيها بالونز، بالونز او بالونات، المفروض دول كام بالون يا اصحابي؟ 6. شاطرين 6 بالونز فهنكتب تحت منها 6. واخر صورة فيها كاندلز، كاندلز او شمعات، المفروض دول كام كاندل او كام شمعة يا اصحابي؟ 7. شاطرين 7 candles هنكتب تحت منها 7 زي ما احنا شايفين قدامنا. وفي الجزء الثاني من البيج دي اصحابي بيزي بي بتفكرنا بالشيبس او بالاشكال الهندسية، وبتقول لنا read and circle، read اقرأ and circle، وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. فمديانا في أول صورة two circles أو دائرتين، ومكتوب تحت منهم I can see، I can see أنا أستطيع أن أرى، I can أنا أستطيع see أن أرى. two ولا three red circles، دول two ولا three يا أصحابي؟ two. يبقى هنعمل circle حوالين number two، كلمة two هنعمل حواليها circle، ونلون السيركلز دول بالريد كولر او باللون الاحمر. تاني صورة بيزي بي مديانة فيها some squares او بعض المربعات، ومكتوب تحت منها these are 4 ولا 5 blue squares، these are هؤلاء 4 ولا 5 blue squares، دول كام سكوير يا اصحابي؟ 4 squares. شاطرين 4 squares او 4 مربعات، فهنعمل circle حوالين كلمة 4، وهنعمل coloring للsquares دي بالblue color زي ما هي قالت لنا. وفي ثالث صورة هي مديانا مجموعة من triangles، triangles او المثلثات، مكتوب تحت منها there are 6 ولا 7 green triangles، دول 6 ولا 7 triangles يا اصحابي؟ 6. شاطرين 6 triangles او 6 مثلثات، فهنعمل circle حوالين كلمة 6، وهنعمل لهم coloring او تلوين بالgreen color زي ما هي طلبت مننا. نتنقل الجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. وبعد ما نخلص let's remember او دعنا نتذكر، هنلاقي نفسنا وصلنا لtheme 1 او المحور الاول، who am I، who am I من اكون، و unit 1 this is me، unit 1 الوحدة الأولى this is me هذا أنا، this is هذا me أنا. وبيزي بي بتقول لنا في أول سؤال هنا أصحابي look انظر read اقرأ and trace، and trace وتتبع بقلمك الرصاص، هتمشي بقلمك الرصاص على النقط علشان تعمل عليها trace. فأول حاجة عندنا اتنين من أصدقائنا هنا بيتكلموا مع بعض. صديقنا هنا بيقول hello، hello اهلا او مرحبا، فصديقتنا هنا بترد عليه وبتقول له hello، بس هي مكتوبة بالدوت، فلازم نمشي عليها او نعمل عليها trace بالبنسل بتاعنا او بقلمنا الرصاص. وبعدين بتقول له I am مريم، I am مريم انا اسمي مريم، what is your name، what is your name ما هو اسمك. وطبعا name هنا مكتوبة بالدوت، هنعمل عليها trace بالبنسل بتاعنا هي كمان. فهو بيرد عليها وبيقول لها I am علي، I am علي أنا اسمي علي، How old are you، How old are you كم عمرك، عندك كم سنة، How old are you كم عمرك. فهي بترد عليه وبتقول له I am
six. I am six. أنا عندي ست سنوات. How old are you? How old are you? كم عمرك؟ عندك كم سنة؟ وطبعا هنعمل على six هنا trace بالبنسل بتاعنا أو بقلمنا رصاص. فهو بيقول لها I am seven. I am seven. أنا عندي seven years old أو عندي سبع سنين يعني. وفي الجزء الثاني في البيج هنا بيزي بي بتقول لنا read اقرأ write اكتب and circle وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. فهنا عندنا اثنين من أصدقائنا. البنوتة الأولانية هنا بتقول What's your name? What's your name? ما هو اسمك؟ فهنا هو بيقول لها I am وسايب المكان فاضي. المفروض هنكتب هنا طبعا اسمنا I am وهنكتب هنا اسمنا. فهي بتقول له هنا How old are you? How old are you? عندك كام سنة؟ فهو بيقول لها هنا I am 6 وبعدين فاصلة وبعدين 7. فنعمل طبعا هنا circle حوالين 7 لأنه هو عنده 7 years old. ونوصل لpage number 3 أو صفحة رقم 3 وعنوانها reading and writing. reading القراءة and writing والكتابة. بيزي بي بتقول لنا هنا read and complete. read اقرأ and complete وأكمل. طبعا عندنا هنا اثنين من أصدقائنا في Connect Plus أميرة ويوسف. أميرة بتقول هنا hello. hello أهلا مرحبا. I am أميرة. I am أميرة. أنا أميرة. فيوسف بيرد عليها وبيقول hello أهلا. my name is يوسف. my name is يوسف. اسمي يوسف. بس هنا name ناقص حرفين. طبعا زي ما احنا عارفين كلنا name N-A-M-E. فهنا name ناقصة ال-A وال-M. فهنكتب هنا A و-M وبعدين هو بيقول لها my name is يوسف. اسمي هو يوسف. فهي بتقول له I am 6. How old are you? I am 6. أنا عندي 6 سنين. How old are you? كم عمرك؟ وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا يا أصحابي 6 هنا ناقصة حرف وهو حرف ال I. 6 أو 6 سنوات. فنكتب هنا حرف ال I زي ما احنا شايفين قدامنا. فهو بيرد عليها بيقول لها I am 7. I am 7. أنا عندي 7 سنين. وطبعا زي ما احنا عارفين 7 S-E-V-E-N. فهنا طبعا ناقص حرف ال E وحرف ال E تاني. فنكتبهم زي ما احنا شايفين قدامنا علشان نبقى عملنا complete وأكملنا الفراغات. في السؤال الثاني بيزي بي بتقول لنا read and match. read اقرأ and match ووصل. فعندنا هنا في ديالوج أو حوار بين مس منى وبين هاني. فالمفروض ان هي هتسأله سؤال أو هتقوله تحية وهو يرد عليها. فهنوصل السؤال أو العبارة بالرد بتاعها. أول حاجة هي بتقول hello. hello أهلا أو مرحبا. تاني حاجة بتقول what's your name. what's your name. ما هو اسمك. تالت حاجة بتقول how old are you. how old are you. كم عمرك. المفروض هو بيقول I am هاني. I am هاني. أنا هاني. اسمي هاني. أنا اسمي هاني. I am 6. I am 6. أنا عندي 6 سنين. وبيقول كمان hello. hello أهلا أو مرحبا. فالمفروض لما هي تقوله hello هو هيرد عليها ويقول لها إيه يا أصحابي. شاطرين هيرد عليها ويقول لها hello. فهنوصل hello بhello زي ما احنا شايفين قدامنا. تاني حاجة لما هي تقول له what's your name. what's your name. ما هو اسمك. المفروض هيقول لها I am هاني ولا هيقول لها I am 6. شاطرين طبعا هيقول لها I am هاني. فهنوصل what's your name ب I am هاني. تالت حاجة لما تقول له how old are you. how old are you. عندك كام سنة. المفروض هيقول لها ايه يا أصحابي. شاطرين هيقول لها I am 6. أنا عندي 6 سنوات. فهنوصلها ب I am 6. وبكده نكون عملنا read وعملنا كمان match أو توصيل. وآخر جزء في البيج دي يا أصحابي بيزي بي بتقول لنا draw ارسم and write and write وأكتب. هترسم وهتكتب. فهترسم هنا صورة لنفسك. صورة جميلة مكتوب تحت منها hello أهلا. my name is. my name is. اسمي هو. وهتكتب هنا اسمك. I am. I am. وهتقول مثلا I am 6. أنا عندي 6 سنين. I am 7. أنا عندي 7 سنين. I am 8. أنا عندي 8 سنين. فهنكتب هنا عمرنا. طبعا ده
بالليترز او بالحروف. وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معاها اول جزء من حل الاكتيفيتي بوك بتاعنا. تابعوا معنا الحلقات الجاية علشان هنبتدي نحل فيه ونخلص حل فيه على طول. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.